في ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، أقامت دار الأوبرا المصرية حفلاً لإحياء ذكراه من خلال عزف بعض الموسيقى التي لحنها، وأيضاً غناء بعض الأغنيات التي قدمت من ألحانه وسط حضور كبير وزخم من الجمهور، حيث أحيت الحفل فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر. والله الحفلة كويسة وجميلة، احنا فرقة المايسترو عبد الحليم نويرة باستمرار بنعمل معاهم، ممكن في الشهر مرتين او ثلاثة، حفلات مختلفة، عبد الوهاب، ام كلثوم، كل ده يعني شغالين معاهم وسائل فل الناس يعني. وانا يعني عاشق للتراث شوية، الحاجات القديمة، فالأوبرا بترجعنا للكلام ده، بتحسسنا بيه، مش موجود طبعا على السوق في الاغاني الجديدة والحاجات دي، فيعني بنحب نرجع شوية للكلثوميات، لعبد الحليم، للحاجات الكويسه، صعب برضو مدحت صالح، على الحجار، يعني الحاجات الجميله بتاعت زمان. حفله جميله حقيقي يعني، تنظيم حلو جدا، الاصوات طبعا رائعه يعني، احمد عبد الكريم حقيقه صوته فوق الوصف، يعني نفس التون بتاع عبد الوهاب بالظبط. حفلة هايلة، المايسترو أحمد عامر الحقيقة يعني من الشباب الواعدين فعلا حقيقي. شفت كمان أحمد عبد الكريم، شاب رائع حقيقي، حسسنا أنه هو جاي من العشرينيات يعني، من الزمن الجميل زي ما بيقولوا في زمن الفن الجميل. أنا عاشقة لعبد الوهاب، وهابية الهوى، بقول دايما على نفسي كده، فأنا مبسوطة جدا من الحفلة. كانت كمان في الفصل الأول معنا آيات فاروق رائعة سمعناها. الحقيقة الحفلة النهاردة دسمة جدا، وكان فيها أغاني تانية كتير، بس للأسف ما كانش الوقت هيكفي يعني، احنا كان في أغنيتين كمان وتشالوا، واشتغلنا على قد ما قدرنا. الجندول ويا دنيا يا غرامي، جندول أغنية مطولة من مطولات عبد الوهاب، مش سهلة أبدا، فاحتاجت نعمل بروفة مرة واثنين وثلاثة. الحقيقة سعيد بالجمهور جدا جدا، لأنه احنا مفتقدين هذا الجمهور، مش بس الفن، احنا كمان مفتقدين الجمهور، لأنه ما فيش فن من غير جمهور، احنا محتاجين الجمهور السميع اللي بيعرف يعني ايه موسيقى كلاسيكية. فالحقيقة وجود هذا الجمهور على مسارح دار الأوبرا شيء بيسعدني جدا جدا. الحمد لله النهاردة ربنا وفقنا في الحفلة، وكله بفضل ربنا ثم المايسترو أحمد عامر طبعا. قبل الحفلة تقريبا بشهر ابتدينا نجهز للحفلة ونشوف هنغني ايه، وايه البرنامج المميز الحلو اللي نقدر نطلع بيه في الحفلة كبيرة زي دي، وكان بالتنسيق طبعا ما بيني وبين المايسترو نقدر نغني ايه ونقدم ايه في الحفلة دي. فباللي حضراتكم شفتوه النهاردة ده كانت فعلا الحفلة طلعت في احسن صورة الحمد لله. بحضر الحفلة بقالنا تقريبا شهر او شهر ونص يعني، من اول شهر رمضان بنحضر الحفلة عبد الوهاب، اشتغلت عليها كتير من اول برنامج ومن اول اختيار السوليستات للمناسبة للبرنامج اللي اخترناه، حضرنا عليه كتير، عملنا ورشة عمل، قعدنا تقابلنا مع السوليستات وابتديت انسق معاهم. الحمد لله يعني لحد ما وصلنا للنتيجة ديت بعد البروفات وبعد شغل مع بعض كتير.